اهلا يا سكر، اهلا فيكم على فيديو اليوم. معكم بيان ورجعت لكم من جديد واشتقت لكم كتير 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 عن جد، وحسيت حالي بس بدي ارجع لليوتيوب. عم استنى هيك الفرصة المناسبة لحتى ارجع لليوتيوب وارجع هيك دردش معكم، فرجيكم يومياتي. بس صار في كتير تطورات هيك اخر فترة، وان شاء الله رح شارك معكم كل شيء اول باول اذا الله راد. اول شيء هيك رح بلش لكم هلأ بآخر أيام هيك قبل التحضيرات للسفر وتجهيزاتنا، وكلا تابعوا الفيديو للآخر وشوفوا هيك كيف قضيت يوم كامل أنا وبنتي. هذا كيكة خبرنا ها فيه خلاص هيك يا ماما، بس هيك دائما اول ما بتشوفني عم بعمل فطور ودغري بتجي بتركض ماما ماما انا بدي اعمل البيض، فبساعدها شوي وبتصير هي هيك تحاول انه تخلطه وتعمله. هلا هون عم نعمل بيض بأشقوان كتير طيب، صبايا بنصحكم تجربوه. هلا شي بنحط البيض، بحط شوية رشة ملح، وبعدين هيك برش كمية منيحة من حسب رغبتكم يعني طبعا من الأشقوان بحطها بقلبه، وبعدين بالمقلاية بحط شوية زبدة. هلا إذا عملتوها بزبدة بتطلع كتير طيبة أكثر من أي نوع زيت تاني يعني. وبعدين بحط البيض مثل ما شايفين هيك بقلبه الأشقوان، وآخر شي بس أطفي تحته برش رشة أشقوان على الوجه، وطعمته بتجنن ونكهته كتير طيبة، بنصحكم إنه تجربوه. هلا هون هاي صبايا الاطلالة الحلوة من قدام عيادة دكتور الاطفال، كان عندها مراجعة سليم عند الدكتور ورحنا وكان الوضع كتير تمام الحمد لله. بعد ما نزلنا من الدكتور قعدنا هيك بمحل واكلت بوزة، وبعدين رجعنا على البيت بنفس النهار المساء. طلعنا ورحنا على فرع جديد فاتح من KFC وجربنا اكله. صراحة ما كتير بحب انه ناكل برا البيت، بس مثل ما قلت لكم هذا اليوم هيك كان استثنائي. هذا الفيديو صبايا هيك تجميع على اخر الاحداث اللي صارت معي خلال هدول العشرة ايام، يعني هيك رح تلاقوا مقتطفات من هون ومن هون، يعني عم طمنكم على حالي عم هيك، يعني هذا الفيديو هيك تهيئي للفيديو اللي بعده ان شاء الله. فهيك رح تشوفوا مقتطفات مكلياتها بنفس اليوم مكلياتها بنفس النهار، هيك بس اخر اخباري على السريع السريع. وان شاء الله الفيديو الجاي رح يكون فيديو السفر، رح نروح على منطقة تانية لعدة أسباب، بس هي المنطقة سياحية وكتير حلوة إن شاء الله رح صور لكم هنيك قدر الإمكان، وهيك رح فرجيكم أحداث أكتر. وأكيد هنيك يعني كونه معني بالبيت رح يكون عندي طاقة للتصوير أكتر، عندي جولة تصوير أكتر، خصوصا مكان جديد أوقات جديدة وشغلات كتير جديدة وحلوة إن شاء الله. فترقبوا هيك الفيديو الجاي. إذا كنتوا جداد وأول مرة عم تشوفوني ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا لي لايك لهذا الفيديو، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية مليانة أكتر وأكتر بإذن الله. هلا هم صبايا باليوم الثاني اللي بعد هذاك اليوم، وبعد بيومين بالأحرى طلعنا أنا ورفقاتي هيك طلعة حلوة، قعدنا بالحديقة كل وحدة كانت جايبة شي معها، عملت لهم تبولة وأكلنا يعني كتير انبسطنا. وهيك كانت الأجواء بتجنن. وشو كمان بدي أحكي لكم، إنه هاي الطلعة قبل ما تولد رفيقتي بيوم، فكانت توديع لإلها لأنه هي بصراحة يعني أكيد بعد الولادة ما رح تقدر تطلع، فكان إجت بوقتها يعني هاي الطلعة. ان شاء الله هلا كمان بهذا الفيديو هيك رح فرجيكم زيارتي لعندها وقت اللي ولدت وهيك شوية تفاصيل صغيرة. هلا هون رحنا على البحر
طلعنا على البحر، بحر على ما أعتقد أفجولر. كمان الأجواء رائعة. أول مرة بنجي على هاي المنطقة من البحر اللي هيك فيها هذا الصخر الأبيض، وكتير كان الجو حلو بجنن. وكنا نحن وبيت سيلفي هون، فهذا الأسبوع كان حافل. يعني حاول تشوف رفقاتي، حاول تشوف كل الناس اللي معارف تبعولي قبل ما أطلع إن شاء الله. هلا هون صبايا ببيت رفيقتي اللي قلت لكم انه ولدت. جابت بنوتة ما شاء الله وسموها مريم، فصار عندها ماريا ومريم بالبنات. المهم هون صراحة بفترة الأسبوع كنت أقضيها رايحة وجاية لعندها، فكان هاد سبب من الأسباب إني ما حسنت أصور أبدا. بس كنت متفاعلة كتير على الإنستغرام، يعني حسيته أسهل لي. نزل يومياتي أول بأول وما زلت، فتابعوني على الانستغرام. بالفيديو الجاي إن شاء الله بلكي بفرجيكم البيت الجديد اللي رح نروح نقعد فيه. رح نقعد هيك بمكان على البحر، قريبة من البحر، فترقبوا. لهون صبايا هيك بكون أعطيتكم هيك آخر التفاصيل بحياتي اللي صارت، وإن شاء الله بلتقي معكم بالفيديو الجاي. اعذروني كتير على الفيديو اللي سريع سريع، بس مثل ما قلت لكم حبيت اني اطمنكم علي. وان شاء الله الفيديو الجاي رح يكون فيديو مميز وحلو كتير، فترقبوا. وما تنسوني من دعوة حلوة، وإلكم المثل يا رب. مع السلامة.